النقابة دي ليها شرعية ولا ملهاش؟ هي النقابة دي أساسها القانون إيه؟ فأرجوكم ناس تفضل في الهدوء علشان نقول ونشرح الوضع القانوني للنقابة المستقلة لعمال هيئة الشأن العام رجاء الهدوء. اتفضل يا أستاذ عايز. رجاء يا زهر بعد إذنكم. عشان يقدر يوصل. ورجاء من الناس اللي عايزة تصور مع التلفزيون تستنى هتخلص 10 دقايق وكلكم هتتكلموا مع الكاميرات اللي موجوده بره القاعه. رجاء من الزملاء. بالنسبه لي النقابات المستقله. حضرتك واقف من شويه بتتكلم بتطلب يا زملاء اعضاء عنده مدير له عمل هناك. طب انا عمل بس الناس اللي ورا محمد عايز ايه؟ دلوقتي احنا عندنا اكثر من حاجه بتحكمنا في موضوع تشكيل وانشاء النقابات. عندنا الدستور المصري وعندنا النقابة ما بتعملش حاجة. الدستور المصري ما احنا هنعمل نقابة عشان الدستور المصري بالمادة 56 منه يدينا الحق في ان احنا ننشئ نقابات. الدستور ده اتعطل. دستور 71 ولكن اسمع وزارة القوى العامة أصدرت بيان. الوزير الجديد أحمد حسن البرعي أصدر بيان وزارة القوى العامة الخاص بالحرية النقابية والحق في التنظيم. قال فيه انه من حق عمال مصر كل عمال مصر في اي منشأة خدمية او انتاجية او صناعية ان هم ينشئوا نقابتهم بحرية بغض النظر عن وجود نقابة قديمة من عدم. وان هذه النقابة يكون بانشاء العمال بحرية تامة بدون تدخل ويكون ليها الشرعية الكاملة وتستطيع ان هي تودع اوراقها عند القوى العاملة وتاخد الايصال اللازم اللي بيقول